وللحديث عن محاولة اقتحام عناصر الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات المنطقة الخضراء في بغداد وتهديدها لبعثة يونامي في العراق، معنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. حياكم الله. ماذا عن الأوضاع الأمنية في بغداد وفي محيط المنطقة الخضراء بالذات؟ نعم، ما زالت جموع ميليشيات الحشد تتجمع في منطقة الجادرية في الشارع المؤدي من ساحة جسر الطابقين إلى الجسر المعلق، حيث كما تعلمون قامت هذه الميليشيات وبحماية جهاز الأمن التابع لميليشيات الحشد بنصب عشرات الخيم في هذا الشارع، بينما بالمقابل فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء وتحديدا في المنافذ والبوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء من أجل منع محاولات ميليشيات الحشد من اقتحام المنطقة الخضراء والوصول إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات وكذلك إلى مكتب رئيس الوزراء المجاور لمبنى المفوضية. نعم. بينما شهدت شوارع بغداد ازدحامات مرورية خانقة، حيث يشتكي السكان هناك من صعوبة في حركة السيارات وتكدسها بالآلاف في شوارع بغداد أمام عجز سلطات المرور هنالك عن توفير حلول لحل هذه الاختناقات المرورية. نعم، اليوم تنتهي المهلة التي منحتها الميليشيات لمفوضية الانتخابات بإعادة الفرز لكل نتائج الانتخابات أو إعادة الانتخابات بالمجمل، ما توقعاتك بهذه الخصوص؟ نعم، التوقعات تذهب باتجاه أن هنالك تصعيد من قبل ميليشيات الحشد، ولدينا معلومات من أن هذه المجاميع التي تتواجد الآن في منطقة الجادرية تعد العدة لاقتحام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق وكذلك من منطقة الصالحية باتجاه المنطقة الخضراء أيضا، حيث أصدرت هذه الميليشيات تعليمات لأتباعها بضرورة ارتداء كمامات سوداء وكاسكيتات أيضا سوداء من أجل تمييزهم عن البقية، وهنالك يعني تحركات مريبة حصلت يوم أمس كما تعلمون، حيث قامت هذه المجاميع بالتقدم إلى جوار البوابة الحديدية للمنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، وقاموا بإجبار قوات الشغب التي كانت تتواجد في الحقيقة بالمئات في تلك المنطقة على التراجع إلى منطقة الجسر وإلى داخل المنطقة الخضراء. بالمقابل القوات الخاصة التي تتولى حماية المنطقة الخضراء عززت من تواجدها قرب الجسر تحسبا لأي طارئ يحدث هناك. نعم، ماذا عن الموقف الحكومي من رفض الميليشيات لنتائج الانتخابات وهذه التهديدات الأمنية على الأرض؟ يعني ماذا تفعل الحكومة من أجل صدها؟ في الحقيقة يعني نحن أمام نكتة كبيرة وأمام مفارقة كبيرة، حيث أن هيئة الحشد الشعبي التي تدعي أنها تابعة للحكومة تتظاهر اليوم ضد الحكومة، بل أنها تستخدم الآليات الحكومية والسلاح الحكومي من أجل التظاهر ضد الحكومة، وشاهدنا كيف أن الآليات الحكومية كيف كانت تنقل الخيم وكيف كانت تنقل العناصر والدعم اللوجستي لهذه الميليشيات من أجل مواصلة اعتصامها قرب المنطقة الخضراء. لذلك يعني نحن اليوم كما قلت يعني أمام يعني مفارقة كبيرة من أن جزء من الحكومة يتظاهر ضد الحكومة لسبب بسيط، هو أن هذه الجهات وهذه الميليشيات يعني فشلت فشلا ذريعا في الانتخابات
وتبين حجمها الحقيقي في الشارع العراقي. على ذكر الحكومة، ماذا عن المفاوضات المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة؟ هل هناك ما يرشح من مستجدات حول هذا الموضوع؟ نعم، اليوم هنالك اجتماع قد يبدو حاسما في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث دعا أطراف الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب والتكتلات السياسية التابعة لميليشيات الحشد من أجل الاجتماع في منزله لوضع يعني رؤية شاملة وتوحيد الموقف حول استمرار وإصرار مفوضية الانتخابات على المضي باتجاه اعتماد نتائج الانتخابات التي ظهرت في الانتخابات الأخيرة. لذلك قد نشهد في هذه الليلة تطور بهذا الاتجاه، من أن الإطار التنسيقي الذي يضم الفتح وبقية الكتل المتحالفة التي ستتحالف معه سيذهبون باتجاه الإصرار على رفض هذه النتائج وإجبار مفوضية الانتخابات على إما عملية إعادة عد وفرز يدوي لجميع صناديق الاقتراع أو نفس كل هذه النتائج وعدم الاعتراف بالانتخابات وإجبار حكومة الكاظمي ومفوضية الانتخابات بدعم إيراني على إعادة انتخابات ربما بعد عام من الآن. ولعل الأيام القادمة توضح مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. شكرا لك الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي من بغداد.